ليست المرة الأولى ويبدو أنها لن تكون الأخيرة. استهداف بالصواريخ والمسيرات تمسي وتصبح عليه قاعدة عين الأسد غربي محافظة الأنبار، والفاعل بحسب ما أعلنته الفصائل الموالية لإيران في صيغة تحرج حكومة السودان وتتمرد على التزامه بحماية البعثات الدولية، والتي كان آخرها مع سفيرة الولايات المتحدة إلينا رومانسكي. شهدنا بالآونة الأخيرة أن هناك تقصد لهذه القواعد أو ضربها من قبل فصائل مسلحة. الكل قلق من هذا الوضع، أنه هاي الفصائل هل هي من ضمن الدولة أو خارج عن قانون الدولة أو غير مسيطر عليها الدولة، خصوصا وأن سمحنا رئيس الوزراء قال بلسانه أنه إحنا ملتزمين بحماية المندوبين أو المتواجدين من قبل القوات المشتركة في العراق بحمايتهم. ويرجح محللون سياسيون إلى اتجاه الوضع في الداخل العراقي نحو التصعيد في حال استمرار استهداف القواعد العسكرية العراقية التي تستضيف قوات التحالف الدولي، لينذر هذا بتداعيات وخيمة قد تجر العراق إلى ما لا يحمد عقباه، كما عبر عن ذلك مؤخرا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين. دائما انه التحالف الدولي والقوات الامريكيه تلمح بعض الشيء انه ستفرض عقوبات على الدول التي تحتضن فصائل مسلحه تستهدف البعثات الدبلوماسيه بالعراق. ما يجري الان بمحافظه الانبار وبعض المحافظات العراقيه تتخوف ان تجر العراق الى يعني مشاكل اقتصاديه لا تحمد عقباها، واليوم احنا نعاني اصلا من مشاكل اقتصاديه. عسكريا، يقول مسؤولون في البنتاغون واخرون سابقون في اداره ترامب إن استراتيجية بايدن لردع إيران وأذرعها أثبتت إخفاقها، ما يعني ضمنا الحاجة لرد يوقف الفصائل الموالية لإيران عن المزيد من التصعيد ضد المصالح الأمريكية، وهذا سينعكس بالضرورة على الاستقرار العراقي الذي يعيشه البلد منذ تشكيل حكومة السودان. ويعبر عراقيون عن مخاوفهم من رد فعل أمريكي عسكري أو ربما تضييق الخناق على الاقتصاد العراقي في حال استمرار الاستهدافات المتكررة للقواعد العراقية التي تضم وجودا للتحالف الدولي. من الأنبار أحمد فلاح، التغيير.